الموجود فيها سميدو، وما بيجدش الدعم برضو من جانب زملائه في وسط الملعب. بوسكيتس حائر يقفل مكان مين، فهو طلع راكيتيتش، حسن الاداء شويه بدخول سيرجي روبرتو. على طول الكره من كاراسكو اللي عمل كره خطيره في الشوط الاول، عدت كان من خيمينيز وعدت من ديجو كوستا، لكن مره ثانيه المره دي ادي يغطي جوردي البا، تطلع الكره رميتها بس. 2-2 في هذه المباراه. لكن الشوط الثاني البارسا ما استفادش بالتقدم، استفادش بالتقدم مرتين. وادي كاراسكو المزعج الى ديجو كوستا، الى بارتي، توماس بارتي اللي بيحاول، لكن يانيك كاراسكو، شوف الفريق اربع مباريات الاخيره لم يخسر، فريق نادي اتلتيكو مدريد اللي بيحاول طبعا هنا في هجمه سريعه من جانب البارسا، استلام على طول من جانب ميسي. ميسي صعوبه ايجاد المساحات من جانب لاعبي البارسا في ظل البطء في نقل الهجمه، تحول اللي عند البارسا عكس يعني اتلتيكو، الكره تتقطع تلاقي اربعه بيجروا في طبعا نص ملعب نادي برشلونه. بوتش 8 مقابل 4 المحاولات اللي على المرمى، تحرك من جانب امامنا هو اللاعب فيدال، لمسه من جانب ميسي، ميسي يعلق الكره داخل منطقه الجزاء سواريز، لكن على طول يطلع اوبلاك، يطلع اوبلاك. بارسا التركيز على ميسي في ظل عدم وجود حلول اخرى يعني. لكن قد يحتاج الى فاتي، السرعه اللي عند فاتي، الحيويه اللي عند فاتي، قد يحتاج الى جريزمان في محاوله تحسين الصوره او ايضا الدفع ب اللاعب رايت وايت، يعني قد يكون بديل ايضا ناجح في هذه المباراه. شوف اللقاء، لكن تبديل وحيد لنادي برشلونه، لمسه على طول سيرجي روبرتو. بوتش اللاعب الصغير اللي بيقدم اداء كبير في مباراه اليوم، عنده الثقه وعنده الرغبه انه يقدم نفسه ويحتفظ بالفرصه اللي جات له طبعا في هذه الفتره من المباريات الصعبه. ميسي الى بوسكيتس، تحرك لاعبي برشلونه، استلام على طول بوتش، بوسكيتس مره ثانيه، سيميدو، شوف التمركز خلاص يعني اتلتيكو قفلوا، قفلوها، ضيقوا المساحات، هنا المهاره، الانطلاقه من جانب ميسي، التمريره البينيه، لكن على طول الدفاع يطلع تمريره بينيه، لكن دفاع بشكل مميز طبعا، دفاع فريق نادي اتلتيكو، 25 هدف في مرماهم، ثاني اقوى دفاع بعد دفاع الريال اللي استقبل 21 هدف في مرماهم هذا الموسم. على طول تحرك، المره دي اختراق من جانب سيميدو، تصل الكره الى ميسي، ميسي الى فيتال، الكره اللي بالعرض، لكن فينك يا سواريز، فين سواريز، فين سواريز في اللقطه الماضيه، فين سواريز في اللقطه الماضيه، الكره اللي ملعوبه بشكل مميز كانت والتحرك، لكن ميسي هو البصمه الدائمه. وثلاث ركنيات في المباراه، ثلاث ركنيات في اللقاء. ميسي، ادي ميسي والقدم اليسرى، قدم اليسرى، على طول الكره تتلف حلوه قوي، وادي كره، وفي دفعه، في دفعه هنا من جانب خيمينيز مع اللي كان متقدم في اللقطه الماضيه جيرون بيكي، لكن اليخاندرو يعني جنب الكوره امامنا هنا، جنب الكوره على طول، جنب الكوره على طول. شوف الكرات العالية، شوف الكرات العالية هنا والصراع في الكرات العالية، شوف كرة عالية، وادي خيمينيز وبيكي اللي ما استفادش من وضعيته وما استفادش من تقدمه، وبيقول لحكم ان كان في وثب من الخلف من جانب طبعا